بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد كرم، سي جي جنراليست وليد اسيتس. الفيديو ده هنبدا نتكلم على فكره ازاي بنعمل دمج ما بين الاي اي والسي جي. لقيناها نالت اعجابكم، بدا يحصل اسئله كتير ازاي ده حصل، وازاي فكره ان انت تعمل دمج او ازاي تكريت الصوره دي اصلا، وازاي تحط الحاجه تبقى ماتش شادو لايت مظبوط في اكلوجن، تحس ان الصوره عبراشق كده. فلما لقينا في أسئلة كتير حصلت، فقلت نعمل لكم اعمل الفيديو ده بحيث ان نبدأ نشوف ازاي بنكريت اصلا الباك جراوند، ازاي بنماتش اللايت، ازاي بنعمل سين سيت اب، ازاي الحاجات دي كلها. فهنبدأ ان شاء الله. اول حاجة بتدخل عليها موقع اسمه ليوناردو اي اي، ده موقع اي اي زي ميد جيرني كده، بس ايه، بيديك كل يوم 150 بوينت فري، يعني هتلاقي ليه توتوريالات كتير على اليوتيوب مش موضوعنا يعني. فاحنا بندخل هنا جوه الويب سايت، تمام؟ بعد ما نكريت البتاع ونظبط، نخش عند الـ AI generation، تمام، ونكتب البرومبت اللي احنا عايزينه. نبدأ بقى نحط ستوري للحالة او ستوري للباك جراوند، لان مش كل الباك جراوند اللي في خيالنا بنلاقيها. فهي دي الميزة بتاعت الـ AI، ان هو يبدأ يوفر لنا حاجات في خيالنا احنا بس، يعني حتى كفكرة كونسبت هو في دماغك فانت بتكريته. فاحنا بنحط شوية اقتراحات لشوية الحاجات، بحيث ان انا عايز اظهر الاسيتس بتاعتي في اللوك كده. طبعا عشان اجيب اتش دي ار اي نفس الشكل، او ان انا اجيب اعمل الكلام ده كله فول سي جي، فهياخد مني مجهود كتير. فبنبدأ نستغل الاي اي لصالحنا، بحيث ان انا بس انا بعرض الاسيتس، بعرض كموديلنج وكتكشر، وكمان بيعمل لايتنج وكومبوستنج. فاحنا بيدينا اختيارات كتير، تمام، فبنختار واحدة منهم، بنكبر السكيل بتاعها. لو نفترض مثلا انا خلاص قررت دي، تمام، فبعلي الريزوليوشن بتاعها بحيث انها تبقى نازلالي 2K، وببتدي اعمل لها داونلود، تمام. الخطوة اللي بعدها والاهم ان احنا بندخل بقى نبدأ نشتغل بقى ازاي نسطب السين بتاعنا، تمام. طيب دلوقتي دخلنا مايا، اول حاجه هنعملها ان احنا نظبط الايمج سايز بتاعه الايمج بلان اللي هنزلها، بحيث ان انا اعرف الرندر بتاعي يبقى كام في كام. فبعمل ده ازاي؟ بناء ان انا بجيب خلاص الصوره اللي انا اخترتها، اجيب الريزوليوشن بتاعها هي كام في كام، وابتدي اخش على السيتنجز بتاع مايا وابتدي اظبط السيتنجز بتاعها. حاجة تانية مهمة جدا، ان انا لازم اخلي الريندر اخش في التكستشر واخليه يوز اكزيست تي اكس، عشان مش كل ما اجي اعدل حاجة يعمل لي كونفرت، لان ارنولد اوتوماتيك بيعمل كونفرت للموضوع ده، بيعمل كل شوية كونفرت تي اكس كونفرت تي اكس كونفرت تي اكس. فانا بشيل الاوتو كونفرت واخليها يوز اكزيست، وانا اكون اوريدي عامل التي اكس دي حاجة كده صغيرة، عشان مش كل شوية يبطأ معايا الريندر. فانا خلاص ظبطت السيتنجز بتاعتي، ظبطت الريزوليوشن. فبنخش على الخطوه اللي بعدها، ان انا بختار الصوره من الايمج بلان عشان تبقى عندي في الباك جراوند، عشان الخطوه المهمه جدا جدا اللي احنا او الخطوه الاساسيه في الموضوع، ان انا اخلي الكاميرا بتاعه الشوت ابتدي انا اطلعها في السي جي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا دلوقتي نزلنا الصورة، فبنلاقي بس ان هي مش ظابطة مع الايمج سايز، فبنخش نخليها فيت من في الفيت ريزوليوشن بس كده، خلاص تمام ظبطت. خلاص ده دي اول خطوة. الخطوة التانية ان انا ابتدي خلاص هي كده ظبطت معايا، تمام. الخطوة اللي بعدها ان انا اخش اعمل الديبس بتاع الايمج نفسها، اخش اخلي رقم عالي بحيث ان الصورة تبقى ورا السي جي. طيب الخطوة بقى المهمة، انا قلت كتير خطوة خطوة خطوة، مهم بغض النظر عن الكلام الهري ده. هنا بقى بنبدأ نظبط زاوية الكاميرا، العدسة، الحاجات دي كلها. فبنبدأ نظبطها ازاي؟ ان احنا بننزل جريد عادي جدا، عشان الجريد فيها خطوط افقية، تمام، عاملة زي الشبكة يعني من تحت، فدي بتشوف فيها زاوية الأفق عشان أعمل سين سيت أب، ما يبقاش الكاميرا ماشية بطريقة
والعدسة ماشية بطريقة والشوت ماشي بطريقة تانية. فاحنا هنا بنبدأ نكبر يعني، مع الوقت هتبدأ وتكرار الموضوع هتبدأ تفهم هي الشوت ده عدساته كام. فيعني الشوت بما ان هي مش برسبكتيف قوي اورثو جرافيك، والكاميرا كل ما يكون رقمها كبير كل ما الحاجة بتبقى اورثو جرافيك مش برسبكتيف. فاحنا بدأنا ب55 يعني مبدئيا، بس نبدأ بيها كده. دي حاجة. الحاجة التانية بنعمل حاجة اسمها تير اوف كوبي، تمام، عشان نفصل بس ما بين البرسبكتيف العادي والكاميرا بتاعتنا. ليه؟ عشان وانا بحرك الكاميرا بالموف او بالروتيت، لما باجي احركها جوه الكاميرا نفسها بتضيع بعيد، وعشان اظبط اهم حاجة البيفوت بتاع الكاميرا. البيفوت بتاع الكاميرا دايما بيبقى في حتة بعيدة جدا عند الكاميرا او كده، فاحنا بنخليه عند الطيارة نفسها وعند الاوبجكت بتاعنا، عشان اكنها زي التارجت، هي الكاميرا شايفة تارجت معين هي شغال عليه، تمام، بصري او زي الكاميرا ايم يعني، اللي هي تبقى نازلة ونازلة معاها التارجت بتاعها. طب تمام جدا. الخطوة بقى المهمة جدا، نبدأ نظبط طيارة يمين شمال، نبدأ نبعد، نبدأ نحاول نقرب شوية من فكرة ان ماشية شوية مع حتى عشان كده احنا دايما بننزل في الصور اللي احنا يعني اي صورة الواحد بيكريتها حاول دايما يكريت فيها، يكتب فيها اسم الاوبجكت اللي هو يعمله. يعني دلوقتي انا هرندر طيارة، فقلت له انا عايز طيارة في هانجر، بحيث ان هو بس يجيب لي شوية شكل الابعاد بتاعها، مبقاش بخترع يعني من دماغي، عشان ممكن برضو السكيل بتاعت الاوبجكت مبقاش معايا مظبوط. فبان هو مكون لي صوره فيها طياره وفيها كده، فانا ببتدي اركب ده على ده. طيب يعني انا شايف ان الكاميرا او العدسه دي يعني، بس برضو لا مش اللي هي مش عبراشق معايا، فنعمل ايه بقى عشان نخليها عبراشق؟ لا انا شايف ان العدسه ممكن نزودها سيك، تمام. دلوقتي احنا بص برضو لما نيجي نقربها برضو، لا في حاجه، في الطياره بتاعتنا واخده بوز قوي غير الطياره اللي في الشوت، فمعنى كده ان الطياره بتاعتنا واخده برسبكتيف زياده، فمعنى كده ان لا الكاميرا محتاجه تكبر عشان تشوف مكان. يعني اكن كل ما بتكبر الرقم بتاعها كل ما الحاجه بتقرب من تبقى يعني. هتلاقي ليها توتوريال كتير عشان ما اخشش بس في سكه وابقى انا بشرح حاجه وبشرح لكم حاجه ثالثه، تمام. فاحنا هنا لا محتاجين ان احنا نظبط العدسه بتاعتنا. طب انا شايف ان العدسه كده محتاجه تبقى لا 88 مثلا او 85، شايف انها تبقى 85، فعلا ظبطت بقت قريبة جدا. طبعا الموديل بتاعنا غير الموديل بتاع الطيارة اللي في الكونسبت، بس خلاص تمام. يعني انا مش بعمل موديلنج، انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا عاوز اخلي حاجة كزاوية كعدسة قريبة جدا، هي طبعا مش 100% مظبوطة لكن تمام. حلو، بنحاول نظبط برضو يمين شمال كده الحاجة لحد ما تبقى يعني ها اللي هو تمام، انا مش متضايق، تمام. يعني ممكن تالي كده تمام، مفيش حاجة مضايقانا يعني، متأكد بس ان انا شايف الحاجة مظبوط. دايما بقى مشغل الاكس راي والواير فريم عشان اشوف من تحت خط الافق بتاع الصورة ماشي مع الجريد. دلوقتي هنبدأ نشيل الايمج بلان اللي موجودة في السين، عشان ننزل ايمج بلان تانية هنحطها في الباك جراوند هنا في الرندر، تمام. وهنبدأ دلوقتي ان احنا نخش في مرحلة اللايتنج. فاللايتنج دي بقى لازم تقعد تجرب كتير 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 عشان توصل لللايتنج، فدي انا هجريها بسرعة بدون راكب كتير، ونحاول نقرب شوية لشكل اللايتنج بتاع الشغل.
هنا بنبدأ نشوف أماكن الريم لايت ماشي ازاي، أماكن اتجاه الإضاءة، الشادو مرمي ازاي، حلو، بحيث ان احنا بس نحاول نظبط. هنا بقى خطوة الماتش لايتنج، بنماتش اللايت نخليه راشق مع الشوت، بحيث ان احنا لما نيجي نعمل كومبوزيت يبقى مش بنلعب في حاجات كتير، لا احنا الحاجة تمام معانا اصلا، اللي هو بس يدوب بس من نعمل color balance او بنظبط الالوانات ماشية مع الوان الشوت. فاحنا هنجرب الخطوة ديت، بحيث دي خطوة لايتنج يعني ما فيهاش اي تيبس او تريكس خالص، كل الخطوة الاولانية اللي احنا عملناها ان احنا بنشوف الريم لايت بتاعت الحاجات، اماكن الاضاءة مرمي ازاي، الوانات الاضاءة ده مهم جدا. ودي تاني او اهم ميزة، فكرة ان انت تبقى تعمل على صورة AI، تحط الحاجة الـ3D بتاعتك، تعلم كذا مهارة. هذه المهارة التانية اللي هي اللايتنج. هنسرع الفيديو بقى عشان انا حاسس ان انا صدعتكم. هنا بنحاول نعمل شيدنج للطيارة او لانواع ماتيريال معينة، انت كده كده تبقى ظبط لها شيدنج، بس بناء على الشوت لما تيجي تعمل لايتنج بتبقى محتاج تظبط حاجات، لا تعلي الرفنس حتة، تقلل الميتاليك حتة، تغير درجة اللون سنة، ده مش مفيش اي مشاكل، بس انت تعمل شيدنج كده كده يعني جوه الشوت نفسه. ما هو مش اي شوت بناخد الاسيتس بنرميها خلاص بتبقى عبريش، لا طبعا لازم نظبط شوية حاجات. هو الموضوع كله بيبقى حرفيا ب2 جنيه، كل جنيه لوحده يعني، فاهم؟ مش بنعمل واو يعني، فاهم؟ بس انت اهم حاجة وانت شغال تبقى بس فاهم انت محتاج تزود ايه او تقلل. فاحنا كده خلصنا مرحلة اللايتنج، هنبدأ بقى نظبط السيتنجز بتاعت بتاعت الريندر. الريزوليوشن دي تمام، بس احنا بنحاول دايما نكبر الريزوليوشن، نضرب الريزوليوشن اللي معانا في 2، بحيث ان احنا نطلع تفاصيل الطيارة. هي الريزوليوشن بتاعت الصورة قليلة ككواليتي، بس بان انا بحط حاجة سي جي فانا عايز برضو ابين شغلي. هو انا مش شغلي ان انا عملت البتاع ماتش، لا طبعا لازم ابين للناس ان انا بعمل اسيتس كويس وبعمل تكستشر كويس. فانت بتعلي بس السامبلنج بتاعت الريزوليوشن بتاعت الريندر، بحيث مش السامبل، بتعلي الريزوليوشن بتاعت الريندر بحيث ان الموضوع يبقى بس مبين تفاصيل. فهنسيبها ترندر ونرجع لكم تاني نشوف الدنيا كده ايه بعد الريندر كده. بص تفاصيل التكستشر بانت تمام، لا في تفاصيل موجودة. فخلاص الأول كانت باينة وكل حاجة بس مش بالتفاصيل دي، فدي لما تيجي تحط الحاجة دي هناك التفاصيل هتبقى شارب باينة. هنماتش وهنخلي كل حاجة ونقلل ونظبط في الكومبوزيت، بس لا بالتفاصيل دي مهمة تبان، لأن أنت لما بتيجي تعرض أنت بتعرض إن أنت راجل كأسيتس أو كتكشر أسيتس أو كتكشر ارتست، بتعرض الحاجة ان انت بتعرضها ك3D assets او بتعرضها ك texture assets، فانت لازم تهتم بالحاجات بقى بتاعتك انت ان انا باين التكشر كويس وكده. فده بعد ما هي خلصت ريندر تمام، هنبدأ بقى نسيب الصورة EXR. هلو ندخل بقى على تالت او رابع بتالي مش عارف خطوة، وهي مهمة جدا، من دي يعتبر اهم خطوة فيهم او تاني او تالت اهم خطوة فيهم، اني نعمل كومبوستنج. طبعا مش هنعمل كومبوستنج على نيوك، هنعمل كومبوستنج على فوتوشوب. فهنبدأ ننزل الصورة بقى بتاعتنا، طبعا الحتة دي هنشيلها. ماشي، هنا بتنزل الصورة بتاعتك اللي هي الكونسبت يعني اللي انت عملته، ونبدأ نحط بقى الاي اكس ار بتاعنا. لما بينزل كده لازم تحول ما بين ال 16 بت، هو 32 بت، انت حوله 16 بت عشان اولو دونت ميرج. تمام خلاص كده بقت الالوان بتاعتك مظبوطه، الخلفيه مفصوله، كل حاجه تمام. لكن لو سبتها 32 بت لا الدنيا بتبقى بايظه. فدي برضو من التيبس وتريكس الصغيرين يعني، معرفش كلكم عارفينها ولا لا،
بس يعني تمام قشطة. الخطوة بقى اللي هنا، هنا طبعا الفرق الشاسع بتاع عشان دي ضربناها في اتنين، فبنقلل الصورة للنص بحيث انها تبقى مكانها بس بالتفاصيل بتاعتنا اللي احنا عايزينها اللي هي تحت التكشر. بنبدأ نظبط كده يمين وشمال حلو لحد ما تبقى زي ما احنا كنا برندرينها، ما يبقاش في اي اختلاف خالص عشان ما يبقاش احنا حكينا. تمام الخطوة بقى تمام خلاص بتبقى ظبطت معانا على براشق. حلو تمام تمام ايوه ماشي تمام حلو اوي كده. ماشي نخش على الخطوة اللي بعدها، ان احنا بس نخلي الباك جراوند لير عادي. بنحط هنا في اللير بقى، بنحط اول حاجة color balance. color balance دي بتعمل بيها ايه بقى؟ بنظبط بيها، بنعمل matching للcolor، حاول نشوف درجات الالوان اللي موجودة في الشوت مع درجات الوان الطيارة الاوبجكت اللي انا حطيته. هنا في الكالر بالانس في ثلاث حاجات، في ميد تون وفي شادو وفي هايلايت. فبنبدأ نغمق مثلا، نظبط في الشادوهات، نبدأ نشوف نخلص، بس لازم نعمل في التلاتة يعني، ما بتعملش في الميد تون وبس، لا لازم تعمل في الشادو وتعمل في الهايلايت. تمام ايوه بنبدأ نزود كده سنة اخضر، لا هنرجع السيكة ايوه بعد كده مثلا، او بنروح مثلا اي لا السيان لا اه بنزود كده سنة حلو جدا البلو يعني، لا نروح سنة للأيوة، خش على الهايلايت. تمام دي خطوة مهمة جدا، ان احنا بنظبط بس درجات الألوان بتاعة الشوت مع درجات ألوان الأوبجكت أو الماتيريال نفسها، ده مهم جدا على فكرة يعني. دي أول خطوة بتعملها. طب تاني خطوة بقى بنعملها، بننزل عليه ساتوريشن. تمام اه البوكس اللي بندوس عليه ده عشان يأثر على اللير اللي تحته، مش يأثر على الصورة كلها يعني. انت لازم لما تيجي تنزل أي فلتر بتختار البوكس ده. ظبطنا كده الساتوريشن، بنظبط البرايتنس. تمام كونتراست تمام بس هو موضوع ممتع يعني، هو موضوع فعلا حرفيا انت بتحس انك انت قفلت سين كامل. يا رب كان ما زعلش يخرب بيت الضحك. تمام تمام ممكن نخش في خطوة بقى مهمة جدا، ان انت بتعمل تحط لير اسمه بلاك اند وايت. ده بيوريك ايه؟ بيوريك الاسودات اللي موجودة في الشوت مع الاسود اللي موجود في السي جي، والابيض اللي موجود في الشوت مع الابيض اللي موجود في السي جي. دي بنخليها على السين كله. عشان نتحكم بقى في الابيض والاسود تحت انا في كسي جي يعني، بنحط اللي هو الليفل ونبدأ ايوه نقرب درجة الاسودات مع ايوه لا بنبدأ ليه؟ عشان تدينا الدبس زي دبس الرمان. تمام يا نهار ابيض على الضحك، بنخليها بتدينا الدبس. تمام نبدأ نفتح ونقفل ايوه ظبطت، لا نغمق سيكا نفتح سيكا الابيضات. تمام خلاص ظبطت معانا، بندخل على نبدأ نحط بقى كذا فلتر عشان نحاول نقرب كل ده. احنا حرفيا ده اللي بيحصل في الكومبوست طبعا، مع اختلاف طبعا ان هناك ليه طريقة تانية، بس هو نفس الفكرة. انا كل اللي انا بعمله ان انا بقرب سواء بقى درجات الوان، بقرب الابيض والاسود، اقرب لو في حاجة في الديبس يعني في حاجة فيها ليها بلور، هو ده الكومبوست. تمام خلاص كده بحس ان الدنيا تمام معايا. احاول بقى لقيت الراجل ده طبعا واقف كده مع نفسه، فلازم طبعا نقطعه بحيث يبان ان هو في الفور جراوند والطيارة واقعة.
تمام ماشي نبدأ. حلو تمام تمام هو كده كده ده تحت مش باين، هي الحتة اللي فوق بس هي اللي كانت مغطية على الطيارة، فبنحاول. أيوة تمام تمام. لسه في حتة فوق نسيتها خالص، نبدأ نقطعها برضو عشان بس تربان ورا ال تمام. ايوه دي اصلا بتاعته هو. تمام تمام افتكرت ان هي دي طبعا. تمام تمام بس دلت كده. شكرا حلو اوي الكلام ده. طبعا الحتة دي طبعا لا فاكس، ممكن نمسحها. لا نمسح دي، مش احلى حاجة. حلو لو مسحنا، لا ممكن، لا كده احنا بنهبل. لا نرجع بس كده الاول كنترول زد عشان نشيل السلكشن قبل ما ندلت. ايوه قبل ما ندلت ونشيل الحتة دي اصلا من السلكشن، مش عايزينها اصلا. تمام تمام بس كده. بس نبدأ بقى نظبط ال اه كده تمام. تمام حلو اوي الكلام ده. ماشي هنيجي هنا ونعمل نمسح بقى الحاجات الزيادة بتاعت الطيارة اللي كانت موجودة ديت، مش عايزينها اصلا. نبدأ ناخد، ايوه تمام، نعمل كلون كده، نمسح الحاجة بتاعت الطيارة، اللي هي اللي في الكونسبت، نشيلها خالص ونسيب الطيارة بتاعتنا اللي في السي جي يعني. دي برضو نفس فكرة الروتو اللي في نيوك، انك بتمسح الحاجات اللي هي مش تمام. لا في هنا في حاجات برضو عايزة. دي مش بتاعتنا اصلا، انا فاكر ان دي تبعنا. ناخد فوق من الدخان ده كده، كان الدنيا تحت مدخنة. تمام بس كده حلو. نبدأ ناخد نمسح الطيارة اللي جاية من الجنب ديت، ناخد من الدخان كده ونبدأ نمسح.
حتة كمان. بس حلو الكلام ده. طيب لا لسه في حتة ورا كمان، ثواني، بتاعت الإزازة بتاعت الطيارة التانية. أيوة ماشي، هنحط لاير كده فاضي، وده نحط فيه شوية دخان كده على الطيارة عشان برضو مبين ايه ان الدخان راكب عليه، فالدنيا كلها ماشية مع بعضها. هنبدأ ناخد كده من الصورة الأصلية، نبدأ نحط في الليفل لير ده لوحده، بحيث ان هو يبقى لير بس كده على جنب، ابدا اتحكم في الاوباستي بتاعته كده، يعني ابدا امسح فيه ما يبقاش كله على الصورة نفسها. تمام كده نشوف. نبدأ نعمل ده كده اوباستي عشان يبين الايون. نبدأ نحط هنا برضو شوية دخان. تمام في نفس اللير برضو ينزل بالاوباستي بتاعته، حط كده شوية بس حاجات كده على الطراطيف مش أكتر، يعني مش هنغرق بيها الطيارة، يعني تعمل برزنتيشن يعني للشغل بتاعك، بس بحاول تخليها ايه رشا. تمام كده تمام. ممكن هل ممكن نمسح بس شوية منها كده، يعني مش كده، نحاول نقل. ايوه خفيف كده. ايوه حلو أوي. ممكن نظبط ايه تاني؟ في ناخد كده شكل الحاجات اللي هي طالعة كده كأنها كأنها دخان كده، مش مبقاش مجرد لون وخلاص، يعني بيفرق ده، بس ده بيضيف. ممكن تجيب صور بي ان جي لاي سموك تبدا تضيفه، بس تمام انا باخد من اللي موجود في الصوره، يعني بحيث ان طالما هو فيه وبريزولوشن كويس فمش هيزعجني يعني. طيب الخطوه بقى المهمه جدا ان انت بتعمل، بنحاول هنا عملنا هنا المرج من مرج لاير، نبدا نشوف بس ان في نويز على الكاركتر وفي نويز في الشوت عموما مش موجود عندي انا، فمش هينفع تحس ان حاجه مش راكبه، بنضيف احنا النويز بقى. اول ما بنضيف النويز بنقول له اد نويز، فتلاقي الموضوع تمام ظابط معاك، بحيث بس تبدأ تقلل بقى النويز، لا نزود سنة صغيرة كده كده، واعمل لك بريفيو للموضوع، وبناء برضو على عينك يعني، بناء انت شايف ان لا محتاجة تزود نويز ولا لا. انا شايف ان كده تمام تمام بحيث ان كده تمام. نبدأ نشوف لا نبدأ نحط ناخد بالدوج دي نغمق شوية حاجات عندنا ان هي منورة قوي، ده مش احسن حاجة، ونبدأ نهدي زي ريم لايت من فوق كده من وسط الدخان برضو عشان يظهر الاوت لاين بتاع السي جي بتاعنا. تمام تمام كده سهل. الكاركتر بقى هنا ده محتاج يبقى فيه شوية هايلايت كده يلبانه
نعلي كده، نعمل له زي ريم لايت نبينه شوية. حلو، في بقى خطوة تانية بعد ما تعمل ميرج لير لكل الحاجات، في حاجة اسمها بعد ما تعمل كله بقت صورة واحدة، تعمل حاجة اسمها من الفلتر، في حاجة اسمها كاميرا رو. كاميرا رو دي بتبدأ تظبط الشوت كله كمود، كمود لايت. اه هو تمام، بس انت ممكن لا نبدأ نلعب. بص انت هنا لو نلعب في التمبراتشر مثلا، انت كده بتشتغل على الصورة كلها ككل كحتة واحدة. حلو، بس نبدأ بس نظبط، نحنتف شوية حناتيف كده بحيث ان الصورة ايه تبقى عبراشق معانا. بس نبدأ نظبط كده. تمام تمام ايش تاني؟ مش متضايق. حلو نظبط. ممكن اه ممكن نحط برضه color gradient كده، ندي الحتة ليها تون سنة أصفر. نيجي برضو في ال highlight وال shadow سنة. بس في بقى إفكتات موجودة، بس يعني كده الدنيا بس شوية تبدأ نظهر ال ده قبل وده بعد، ده قبل وده بعد، ده قبل وده بعد. تمام حلو أوي الكلام ده. بس ممكن نضيف شوية سموك كده تحت برضو، أو نمسح الحتة دي عشان دي كده غلطة قبل كده. ممكن نضيف شوية سموك هنا في الأرض، شوية سموك. اه بص هنا لسه برضو شوية كده. الحاجات دي بقى دي غلطة، المفروض كنت عاملها قبل ما اقفل الليارات كلها. انا قفلتها خلاص هي بقت كلها صورة واحدة، فتلاقي الدنيا بايظة شوية، بس مش مشكلة هنحاول ايه نظبطها، مش عشان احنا بنشرح بس في الفيديو يعني بسرعة. بس هو عموما يعني لا، انت قبل ما تعمل ميرج لازم تتأكد ان كل حاجة مظبوطة. فاحنا هنا عملنا لير تاني وزودنا فيه شوية دخان من تحت عشان خلاص بقى تبان ان هي ده قبل اهو ده بعد. تمام بس خلاص، ونبدأ نطلع بقى الواير فريم بحيث ان انت تبين ان ده سي جي، تدي كله ماتيريال اي اي واير فريم. تمام، ونبدأ نقفل نفتح اللاين نخليه ابيض ونخلي الباك جراوند سودا بس. وبنفس الكاميرا بنفس كل حاجة بنروح مرندرين، هو بيدينا ترانجليت، فاحنا بنخلي في السيتنجز بتاعة ال ايوه الايدج نخليها بولي، فبيديك نفس البولي كاونت اللي انت عامله. نقلل بس العرض بتاع الخط ميبقاش سميك قوي، بس بحيث انك انت تبقى بتعرض الصورتين، صورة واير فريم والصورة بالريندر يعني. بس ونسيب الصورة ديت. تمام، ونبدأ نحطها هنا. هنجرب على الحتة دي بسرعة جدا لان هي مش محتاجة اشرحها اصلا. بس كده ونبدأ. آه خلاص يعني طبعا ده انا عامله كروكي، ده مش هو ده اللي هيتعمل بريزنتيشن، بس انا بوريك بس ازاي بنحط الواير فريم وكده. بس ونعمل اكسبورت للصورة ديت. خلاص شكرا، نعملها اكسبورت هنا، بيبقى عندك انت الصورتين. خلاص كده تمام، عندك صورة بالواير فريم وصورة من غير واير فريم. بس اتمنى يعني ان يكون الفيديو ما بقاش طويل قوي وانا مش ممل في الشرح بتاعي، ولو في اي حاجة وقفت معاكو آه نتواصل عادي جدا. شكرا جدا، شكرا، السلام عليكم، سلام.